فضيحة جديدة لمحمد رمضان شافها ملايين من الناس، حصلت وهو بيصور الكليب بتاعه والناس كلها بقت تتكلم عنه ورجع يتصدر الترند من تاني. يا ترى ايه اللي حصل بالظبط؟ الأسطورة ونمبر 1 والملك، كل دي ألقاب محمد رمضان أطلقها على نفسه، بس الظاهر كده إن الألقاب دي مجرد كلام وخلاص، لأنه تعرض لموقف محرج جداً ضحك كل الناس عليه. بس قبل ما نحكي إيه اللي حصل، تعالوا مع بعض نسترجع اللي حصل زمان لما محمد رمضان كان طالع على منصة تتويج بأحد المهرجانات الجديدة في إمارة دبي. وأثناء ما هو كان طالع على المسرح بمنتهى الفخر والعزة ورفع راسه لفوق كأنه هيتكرم من الرئيس، اتزحلق ووقع على الأرض في مشهد كوميدي جداً ضحك كل الحاضرين عليه. طبعا الفيديو ده اتصور في لحظتها وانتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي وتحول لترند في مصر والوطن العربي كله، والتعليقات الساخره نزلت على محمد رمضان زي المطر، اللي يقول له اسند ظهرك يا اسطوره، واللي يقول له هو في ملك يقع الوقعه دي، واللي يقول له ده جزاءك بسبب الفشخره اللي انت عايش فيها. محمد رمضان فنان ذكي جدا وبيعرف يحول اي هجوم عليه لشيء ايجابي، وبالفعل رفع الفيديو ده عنده على مواقع التواصل الاجتماعي. ثقه في الله ما يقع الا الشاطر، وبكده يكون رمضان خد الموضوع بسخرية هو كمان مع الجمهور علشان ينسي الناس اللي حصل. أما بقى الموقف المحرج اللي حصل مؤخرا، هو إن محمد رمضان كان بيصور فيديو كليب جديد وهو عبارة عن الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا، وأثناء ما هو بيرقص ومندمج مع التصوير اتفاجئ إن بنطلونه اتقطع، وكان شكله غريب جدا لأن محمد رمضان من الممثلين اللي العيون عليهم كتير جدا، فلما بيتعرض لموقف محرج زي ده الموضوع هيتقلب والدنيا وكل الصفحات هتتكلم عنه. وكالعادة قرر ان هو يغلوش على الموضوع وياخده بهزار ويتريق على نفسه، ونشر الفيديو اللي حصل فيه الموقف ده وكتب عليه اكتر موقف محرج اثناء تصوير الاغنية الرسمية لكأس امم افريقيا، ان بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج، دي اصول الشغلانة، بس عدت الحمد لله. طبعا في ناس شايفة ان اللي رمضان بيعمله ده غباء منه ان هو يبرز الموقف، وفي ناس تانية شايفة ان دي حركة ذكية جدا وخدعة منه علشان يرد على الناس اللي بتتريق عليه ويقول لهم اضحكوا كمان وكمان، انا كده كده بتريق على نفسي فمش فارق معايا كلامكم. لكن الحقيقه اللي محدش يقدر ينكرها ان رمضان عنده استعداد يطلع ترند باي طريقه او باي صوره ممكنه، سواء بيتريق على نفسه او بيتريق على حد، مش مهم، المهم يفضل في الصوره والناس كلها تفضل تتكلم عنه، وهو ده الذكاء اللي بنتكلم عليه. سواء حبيت الموضوع او لا فدي شطاره وحاجة تضيف ليه مش تنقص منه أبدا. وبس كده، لو انتوا عايزين تعرفوا أي تفاصيل أكتر تخص حياة الفنانين أو المشاهير تابعونا على صفحة نجوم الفن.